عائلة من المجلس محرم الحرام إن شاء الله ليلة 13 ليلة الدفن. صلوا على محمد وآل محمد. آي يا حسين والمصاب، آي يا حسين، جاوب جاوب معي، آي يا حسين والمصاب، آي حسين والمصاب، يا العين احفظ المستحب ساعدني بالجواب، ساعدك زينب سلام الله عليها بطلة كربلاء دنيا واخره ان شاء الله. زينب تحاكي الحادي اللي يحدي على الناقه، يقول لها بالله يا الحادي، بالله يا الحادي على هونك، لو شفتهم، لو شفت الضحايا والقتلى والشهداء، بالله يا الحادي على هونك لو شفتهم يمكن يزعلون لو ما ودعتهم، أصعب عتاب من الأحباب ودعتهم ودعتهم، بالله يا الحادي على هونك لو شفتهم يمكن يزعلون لو ما ودعتهم. لا تطول بالك الله فيك، اسمع اسمع، بالله يا الحادي على هونك لو شفتهم يمكن يزعلون لو ما ودعتهم، أصعب عتاب من الأحباب، أصعب عتاب اي والله من الأحباب، ودعتهم ودعتهم، بالله يا لو شفتهم يمكن يزعلون لو ما ودعتهم، بالله يا الحادي على هونك لو شفتهم يمكن يزعلون لو ما ودعتهم، أصعب اعتاب من الأحباب، أصعب اعتاب من الأحباب، ودعتهم ودعتهم. بالله لا تسرع يا حادي بالضعينة، خل أشوف يا حسين وين مقطعينة، أرد خبرة زينب يقعد ولينا، بلكي اكسر خاطره ويقعد ولينا، خنصر المبتور ادوره وين ادوره، كم كسر بالضلوع صدره هو ادرى، احسب احساب من الاحباب، احسب احساب من الاحباب، ودعتهم ودعت، بالله يا الحادي، بالله يا الحادي على هونك لو شفتهم يمكن يزعلون، يمكن يزعلون لو ما ودعتهم، بالله يا الحادي، بالله يا الحادي على هونك لو شفتهم أصعب عتاب، أصعب عتاب
شوكته من دمع عيني تعشيبك غسلته من خلص دمعي بدمع أحمر صبغته من خلص دمعي بدمع أحمر صبغته ريحتي الزهر على ناحوه ظل عطورها بس أفرف ست شمر ما راح أفرها بس أفرف ست شمر ما راح أفرها بس أفرف ست شمر ما راح أفرها جرحي ما طار من الأحباب من حياتي بيه جمرة وصلت حد لهاتي روحي تنصار من الأحباب روحي تنصار من الأحباب ودعتهم ودعتهم الشعب وصير رقية أدري ما تحمل مصايب هالحبيبة بالخرابة تموت أدري يا الغريبة بالخرابة تموت أدري يا الغريبة والقلب ذاب من الأحباب والقلب ذاب هذا سيفي من حرب أمك قطعته
قلت له يا ملعون فرض حي عضيدة والله ما تقدر تقرب يا مريدة هذا الانصاف من الأحباب هذا الانصاف من الأحباب من الأحباب ودعته 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 ودعته